شو جايب معك مصاري؟ والله ما معي ولا ليرة غير الليرة. نعم؟ ايه والله. ولا انا معي؟ والحال؟ يوم منا عاملين شيء. جوعان انا جوعان. ايه والله وانا كمان. بدنا مصاري. وين دي؟ بقدر تسرق من ابوك؟ لك والله ابوي حياته في المصاري على جيبي ايده مقفله. نجح شيء لازم مصاري هلا. هيك عالم معها مصاري مياه؟ عالم بدون عليك عمو؟ ايش عم تسوي فيهم انتي؟ سعد الله عمو هدول ده اخذهم منك بصر معي برجع لك لا عمو بساعد امي لانها هي بالمشفى بلا امك بلا بطيخ انا اولى روحي خلي امك تسرق تدبر تدبي حالك انتي وطحنون شكرا مشان الله لا تاخذها اتقي دعوة المغلوب اتقي دعوة المغلوب اتقي دعوة المغلوب لا تعرق نفسك لدعاء لأن دعوة المظلوم مستجابة اتقي دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب فكيف بالمظلوم إن كان مسلما كيف بالمظلوم إن كان صالحا لك حرام لو طلعت معاقر حرام لو امشي وجهنا مصادر حرام عليك انت بدك تعلمني الحلال والحرام ليش لك حرام لو طلعت معاقر انا بري لا تلبد ورانا لا تضرب منك هلا بلاك امشي تضرب منك هلا امشي لك يا خالو هاي البنت عم تمشي وتدعي عليك هي معاقر دعاء استجاب لك دعاء الكلاب لا استجاب يا حمار المصاري شو عم تحكي انت شو صار لك يا خالي شو صار لك يا خالي قلت لك البنت معاقره ما سامحتك سامحني دق دق للاسعاف دق للاسعاف سامحني دار ارجع لها اياه لك شو تعمل مالي ذنب سامحني لك تعال هونك اسعف الله لا يعطيك العافيه عمو لا تبكي حبيبتي لا تبكي لا تبكي ابو سموحك ولا تدعي علينا هاي مصراتك هاي مصراتك كلهم وجاهزين بس لا تدعي علينا حق مو علي حق خالي ايه لا تدعي علينا حبيبي لا تبكي خالي انكسرت اجره خلينا نروح اجيبه المستشفى الله خليكي لاهلك الحمد لله يا رب رجعت لي مصراتي الحمد لله يا رب واخذت لي حقي من الحرامي شكرا يا رب شكرا كثير